من وقت للتاني بتحصل ظواهر طبيعية بتلفت الانتباه في مياه البحر الأحمر، آخرها ظهور عروس البحر واللي ظهرت على شواطئ مرسى علم واللي لفتت الانتباه ليها، خصوصا إنها من النوادر اللي السائحين والغواصين بيحبوا يشوفوها ويتصوروا كمان معاها وهم بيغوصوا. إيه حكاية عروس البحر دي في مرسى علم؟ طبعا حكاية كده شيقة، نعرف تفاصيلها. ومعانا على الهاتف الدكتور محمود معاطي، أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحر بحار. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا محمد، صباح الفل يا على مصر كلها. يا رب. عدد من الغواصين رصدوا ظهور عروس البحر بتظهر على شواطئ مرسى علم، طبعا هي نوع من انواع الاسماك، ليه تحديدا بتظهر في المكان ده وايه القصه علميا وراء ظهور عروس البحر على شواطئ مرسى علم؟ اسمح لي بس اصلح حاجه، عروس البحر مش من الاسماك، هي من الثدييات البحريه اللي بتلد وبترضع شعرها. عروس البحر نوع من الثدييات البحريه زي ما احنا قلنا، من عيله الخيلانات او عيله السيرينا، وهي بتعيش في المناطق بمياه البحار الاستوائيه والمداريه. والجدير بالذكر ان اول حد سماها عروس البحر هو رائد علوم البحار في مصر الدكتور حامد جوهر. والاسم الاكثر تداولا في المنطقه العربيه الاطوم، ولكن الاسم العلمي بتاعها هو السيكاو او بقرة البحر، لأن هي الفرد الوحيد في عيلة الخيلانات اللي بتضم معاها كلب البحر وأسد البحر وفيل البحر، كائنات دي وفقمات، هي الكائن الوحيد اللي بتتغذى على الحشائش البحرية. هي من الكائنات المعرضة للانقراض، العدد اللي تم رصده في البحر الأحمر لا يتعدى 30 واحدة، وهي بيعيش لفترات ما بين 70 و100 سنة. قصة بقى ظهورها في مرسى علم، مرسى علم ده بيتها أو البحر الأحمر عامة هو بيتها. فهي بتظهر في ال سطح المية علشان تتنفس. مش سمكة بتتنفس بالخياشيم، لا هي زي إنسان زي الإنسان، فبتتنفس الهواء من على سطح المية. الاسم العلمي بتاعها او الاسم المتداول عندنا في محافظه البحر الاحمر والاسوان الغردقه ومرسى علم هو حيوان الدوجونج. الاسم العلمي بتاعه او الاسم اللاتيني دوجونج دوجونج. زي ما قلنا هو حيوان مهدد بالانقراض ومحظور، ممنوع صيده يعني. طيب احنا متخيلين بقى ان احنا عروس البحر دي شكلها زي ما بنشوف في الكرتون كده، شكل سمك، احنا عارفين طبعا انها سمكه وكل حاجه، لكن متخيلين انها تكون شكلها احلى بكتير من اللي احنا شايفينه معانا على الشاشات، واللي احنا واحنا بنحضر الحلقه عملنا سيرش على الشكل، هي اقرب ما تكون لشكل مش عروس البحر المتداول اللي احنا متخيلين عليها، اقرب ما تكون لايه؟ لو تفتكري زمان لما كان بيجي بالبرامج في برامج السيرك في التلفزيون، كان بيجي كلب البحر هو الاسود اللي بيقعد يزمر دون وفي الاخر يقعد يسقف. احنا حاسين انها اقرب ما تكون فعلا مع اختلاف اللون. مع اختلاف اللون، هي لونها بيميل للبني وال العجل الصغير، بنسمي الطفل الصغير بتاعها عجل، بيبقى لما بيتولد بيبقى لونه بامبا شويه. اوكي. هي من الكائنات المحببه والودوده والخجوله في نفس الوقت، اللي بتبقى موجوده في مناطق معينه في مرسى علم، زي مرسى ترومبي، زي مرسى ابو دباب، زي اصلاي، زي مرسى عجله. مرسى عجله بنزوي بتسمي على اسمها لان اشتهرت في المكان ده. فوجودها في حيوان وجود حيوان عروس البحر اللي احنا قلنا من الثدييات، هو طبيعي في مرسى علم، ولكن هو بيظهر في الاوقات دي من السنه علشان ارتفاع درجه حراره الجو، فبيميل الى الوجود في المياه السطحيه اللي بتبقى بارده نوعا ما، وبرضو علشان زي ما احنا بنقول بيتنفس المثير في عروسه البحر. فتره الحمل عندها 16 شهر. 16 شهر، يمكن ده واحد من الاسباب اللي حضرتك بتقول انها معرضه للانقراض، ان فتره الوضع عندها بعيده. بالظبط، وهو جنين واحد. يعني هي بتولد فرد واحد، طفل واحد بس، وفتره الولاده بتقعد بتعمل عمليه رعايه للطفل ورضاعه
16 شهر تانيين لغايه ما يقدر يتغذى على الحشائش البحريه. من الكائنات الكبيره الميجافونا اللي موجوده في البحار الاستوائيه، حجمها ممكن يوصل من الفرد البالغ من 2.5 ل 4 متر، واكبر فرد مسجل في المنطقه عندنا وزنه طن ونص. زي ما احنا شايفين في الصور طبعا يعني الوزن والحجم السمكه كبير. عايز اسال حضرتك من كل يعني كل فتره كده من وقت للتاني بنسمع عن ظواهر طبيعيه في مياه البحر الاحمر. كلمنا يعني اشمعنى تحديدا البحر الاحمر بيتميز بهذه العوامل الطبيعيه، وليه دايما في ظواهر متنوعه ومختلفه فيما يتعلق بالحياه البحريه هناك؟ البحر الاحمر مميز في كل حاجه. عايز اكد بس ان عروس البحر برضو من الثدييات ما هياش سمكه، ولكن لو اتكلمنا عن الظواهر الطبيعيه البحر الاحمر مميز في كل حاجه، في اسمه، الكائنات اللي بتعيش فيه. يعني اسم البحر الاحمر الناس بتتداول ان هو سمي كده عشان الشعب المرجانيه موجوده فيه، لا، هو في نوع من الطحالب الحمراء او الروزوفايطه تيجي في وقت من الاوقات بيحصل لها بلومنج او انفجار او تكاثر سرطاني، فبتدي الميه اللون الاحمر، فعشان كده سمي البحر الاحمر. الشعاب اللي موجوده فيه، الاسماك اللي موجوده فيه، الكائنات اللي موجوده فيه، انا عندي في حاجه اسمها كائنات انديميك او كائنات مستوطنه. انا عندي انديميك سبيشيز او كائنات مستوطنه في البحر الاحمر. كلمه انديميك او مستوطنه ان انا لو خرجت بره البحر الاحمر سواء من خليج الباب المندب في الجنوب او من فتح قناه السويس في الشمال، فانا مش هشوف الكائنات دي بره. زي بعض الاسماك، زي بعض انواع الشعاب، بعض انواع الحارب. دي وسيله جذب، لان المعروف ان بيئه الشعاب المرجانيه اللي موجوده عندي في البحر الاحمر هي من اغنى البيئات الموجوده على سطح الكره الارضيه. فيها تنوع عالي من الكائنات، وفيها زي ما احنا قلنا كده اندميك سبيشيز مش موجوده بره البحر الاحمر، فهو مميز بالشواطئ، مميز بالمياه الصافيه. في بعض الكائنات اللي بتعيش في البحر الاحمر زي خيار البحر والدكنه او نوع من ثنائي القوقعه او البيفل، تعمل فلتريشن لميه البحر او تصفيه لميه البحر، فبتدي شفافيه عاليه لميه البحر. اشجار المنجروف اللي موجوده على الساحل، الحشائش البحريه اللي موجوده في المياه، الثدييات البحريه، انا عندي 17 نوع من الثدييات البحريه زي الدوجون، زي الدولفين، اربع انواع من الحيتان مسجله في البحر الاحمر. يعني في تنوع بيئي سواء داخل المياه او على الشاطئ، يعني هي بيئه بحريه متنوعه وفيها متكامله. بالظبط. طيب تواجد عروس البحر يمكن في البحر الاحمر، ويمكن موجوده كمان في المحيط الهندي، في الفلبين، في اندونيسيا، دي اماكن بيرصدها متابعي عروس البحر ومحبي الكائنات البحريه. ازاي نقدر نعظم من الاستفاده من وجودها، خصوصا انها مش اول مره تظهر السنه دي؟ يعني هي ظهرت في شهر 5 يمكن قبل كده، وعملت اقبال من السياح كبير جدا عليها. ازاي نقدر نرصد المواعيد اللي ممكن تظهر فيها ونستغل ده في الجذب السياحي؟ هي متواجده طول السنه، الثدييات البحريه سواء عروس البحر او الدولفينز اللي هي كائنات محببه للسياح، موجوده طول السنه، ولكن بتظهر على فترات انا ما اقدرش احددها، العلم ما اقدرش احددها، ولكن هي بتطلع تتنفس على السطح من كل من 3 لـ 6 دقائق بتطلع تتنفس على 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 سطح البحر. وهي كائنات خجولة ومش محتاجة إزعاج ومش محتاجة دوشة. يعني عروس البحر الأول اترصدت، يعني أول ما اترصدت رصدت رحمة جور كان في الغردقة، وبعدين مع كتر السياحة في الغردقة ونزول السياح سواء سياحة داخلية أو سياحة خارجية للبحر، ابتدت تهاجر للجنوب. دلوقتي ابتدت تهاجر لمرسى علم، موجودة في زي ما احنا قلنا في مرسى ترومبي، في طندوبة، في أماكن كتيرة حوالين مرسى علم. الصوره مثلا احنا شايفين دلوقتي في ناس كتير قوي حوالين عروس البحر، هي مش بتحب كده. هي كائنات خجوله قوي، فنديها فرصه انها تتنفس وتنزل تمارس حياتها، ما نعملش ازعاج ليها. في بعض الانواع ده خلينا نسال حضرتك سؤال اخير، يعني ازاي بقى احافظ على هذه الثروه البحريه والكائنات والنوادر البحريه لا اسبب لها الازعاج عشان اضمن استمرارها وبقائها؟ المحافظة على البيئة المناسبة ليها، اللي هي غذائها الأساسي اللي هو حشائش البحر أو الزيجراس، عدم إلقاء الملوثات في البحر، عدم تغيير البيئات الطبيعية. في حاجة في العلم اتعلمناها اسمها المان ميد افكت أو التأثير الفعلي البشري.
إفساد البيئات الطبيعية لهذه الكائنات بيؤدي إما إلى اختفائها من المنطقة، سواء بالوفاة بالصيد الجائر مثلا أو الوقوع في شباك الصيادين بشكل عرضي أو 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 إنها بتسيب المكان وتهاجر، زي ما أنا قلت هي كانت موجودة الأول في الغردقة ومن كثر الديستربنس والإزعاج والصوت المواتير و و و ابتدت تهاجر للجنوب بالظبط. فلو استمر الوضع على هذا، لو استمرت الحالة حالة الإزعاج وتدمير البيئات سواء بالردم سواء بالتلوث سواء بالبلاستيك سواء 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 هتبدا يا اما تختفي من السواحل اللي عندنا وتبدا تهاجر لاماكن ثانيه نظيفه، يا اما الاعداد خاصه هي قليله جدا. انا بقول لحضرتك الموضوع في الساحل المصري حوالي 30 واحده هتبتدي تسيب المنطقه، فلازم نحافظ على الكائنات لان وسيله من وسائل الجذب طبعا، ووجودها في المكان دليل على صحه البيئه. صحيح، البيئه لو مش صحيحه الكائنات دي مش هتبقى موجوده. وسيلة من وسائل الجذب السياحي ووسيلة من وسائل التوازن البيئي كمان، ان وجود الكائنات الحية المختلفة اللي موجودة في المكان بتعمل توازن اكيد. كل شكر ليك. هقول لحضرتك على حاجة في اقل من نص دقيقة، ارجوك كده. نص دقيقة، عروسة البحر بتتغذى على زي ما قلنا الحشائش البحرية اللي بتعمل اعادة للكربون في المية، فبتقلل انتشارها فبتساعد في التوازن البيئي اللي كنا بنتكلم عليه. كل الشكر ليك الدكتور محمود معاطي، استاذ الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار، شكرا جزيلا.